وش الجديد من كلام الشيخ السعدي رحمه الله؟ الله يرحمه. في التربية أو في البر؟ يقول رحمه الله، يقول: وينبغي للآباء أن يعينوا أبناءهم على برهم، فكأن السامع والقارئ الكيف. فقال الشيخ: فيقبل البر اليسير منهم ويثنوا عليهم به، ويغض الطرف عن التقصير الكبير وإن كان واجبا بحقهم. الله أكبر. فما استجلب البر إلا بمثل هذا. وينبغي أن يتعامل بهذا مع الزوجة والصاحب والقريب والبعيد، ومن فعل ذلك فقد أراح واستراح، ومن أراد حقه كله فاته كله.